نظمت جامعة جنوب الوادي بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة قافلة متعددة إلى مركز أبو تشت قرية الزرايب لخدمة أهالي محافظة قنا. وضمت القافلة الطبية 8 تخصصات طبية والكشف والعلاج تم بالمجان، بالإضافة إلى قافلة محو أمية وتعليم للكبار وحملة توعية لمكافحة الإدمان وندوة إرشاد زراعي لمناقشة مشاكل قصب السكر وتغذية سليمة للدواجن.